وفي عناوينها. هدنة حمص تتضمن خروج الثوار بسلاحهم إلى الريف الشمالي، وقصف أسدي على زملكة وعربين والمليحة بريف دمشق. والجربة يبحث مع قيادات الجيش الحر سبل توحيد الجهود العسكرية والسعي لتوفير الأسلحة النوعية للثوار. قتل النظام 68 ألف جندي ومؤيد، ومناطق الأسد تحت حكم الإيرانيين والميليشيات الطائفية. فيما يصمد اتفاق وقف إطلاق النار في حمص، تتواصل المفاوضات بين الثوار وقوات الأسد سعيا إلى اتفاق نهائي بعد معالجة العوائق اللوجستية. وتنص بنود الهدنة على خروج جميع مقاتلي المعارضة البالغ عددهم نحو 2400، وذلك عبر الحافلات وتحت إشراف الأمم المتحدة ومرافقة شرطة النظام إلى الريف الشمالي لحمص. في المقابل تستمر الاشتباكات في الغوطة الشرقية لدمشق، خاصة منطقة عدرا العمالية، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي على بلدات زملكة وعربين والمليحة. 24 ساعة مضت على هدنة لوقف إطلاق النار في مدينة حمص المحاصرة، وقع الجيش السوري الحر مع قوات النظام برعاية الأمم المتحدة وحضور روسي إيراني. وأفاد ناشطون بأن الهدنة تتضمن تبادلا للأسرى بينهم إيرانيون محتجزون لدى الجبهة الإسلامية، بالإضافة إلى خروج مقاتلي المعارضة وبعض العائلات المحتجزة في الأحياء المحاصرة إلى مناطق في الريف الشمالي. ريف حمص الشمالي تعرض لقصف عنيف طاول الدار الكبيرة والرستن وتلبيسة، وتعرضت أحياء القابون والتضامن والعسالي وجوبر وتشرين في دمشق لقصف عشوائي. وامتد الهجوم الأسدي إلى الريف الدمشقي، وتعرضت مدن وبلدات المليحة والزبداني ودارية ومعظم مناطق الغوطة الشرقية إلى قصف مدفعي، وسجلت مواجهات على جبهات المليحة. البراميل المتفجرة انهملت على درعا وريفها، ودكت المدفعية الأسدية درع البلد وطريق السد وبيت سحم وإنخل ونوى. الله أكبر، الله أكبر، مدينة نوى. المروحيات أغارت بالبراميل المتفجرة على قرية طلف بريف حماه الجنوبي، وقصفت كتائب الأسد منطقتي الزوار واللطامني في ريف حماه الشمالي. الصواريخ الأسدية تزامنت مع رف الأذان في دير الزور، وتجددت المواجهات في محيط المطار العسكري للمدينة. الثوار تصدوا للطيران في حلب، وسجلت معارك في أحياء الصاخور والعامري والبريج، بالتزامن مع قصف عشوائي طاول الأحياء المحررة ومحيط سجن حلب المركزي. وفي ريف اللاذقية استهدف الجيش الحر بمدفع جهنم مقرات قوات النظام في تشالمة. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب مراسل شبكة شام في حمص وريفها سامر الحمصي. أخ سامر، يعني كيف تسير هذه الهدنة في حمص وما أبرز ما فيها من مضامين؟ نعم، حقيقة أستاذ محمد، طبعا الهدنة حتى اللحظة هي مجرد حبر على ورق. ما تم تنفيذه هو البند الأول منها، وهو إيقاف إطلاق نار، وهو جزء حتى إيقاف إطلاق النار فقط شمل أحياء حمص المحاصرة. ايضا هناك عده بنود تم الاتفاق عليها، وهي يعني حتى اللحظه لا يوجد تصريح رسمي لا من الثوار ولا من النظام عن بنود الاتفاقيه التي تم الاتفاق عليها ليله البارحه. طبعا اول بند كان هو ايقاف اطلاق النار، تم تنفيذه فقط في احياء حمص المحاصره، بينما تعرض باقي مناطق حمص ان كان على مستوى المدينه كحي الوعر الذي تعرض لاطلاق نار وسقوط شهيد، وايضا الريف الشمالي تعرض للقصف في عده مناطق. البند الثاني كان هو ايقاف اطلاق النار في حي الوعر، وهدنا مستمر لثلاث أشهر مع إدخال مساعدات غذائية إلى حي الوعر. كما ذكرت حدث إطلاق نار في حي الوعر، مما يعني أن هذا البند أيضا لم يتم تنفيذه. كان أيضا هناك حديث عن تبادل للأسرى ما بين النظام وبين قوات المعارضة. الأسرى لدى الجبهة الإسلامية هناك أسرى من إيرانيون وأيضا من حزب الله، بالإضافة لوجود ضابط روسي لدى الجبهة الإسلامية. أيضا هناك حديث عن إدخال مساعدات إلى نبل الزهراء. حقيقة وضعت مقارنة ما بين حي الوعر وما بين نبل والزهرة. طبعا هذه البنود لم يتم تنفيذ إلا جزء بسيط منها، وهو إيقاف إطلاق نار والذي شمل فقط أحياء حمص المحاصرة، بينما تعرضت مدينة تلبيس اليوم لغارتين من الطيران الحربي، وأيضا بلدة الدار الكبير التي من المفروض أن يخرج إليها المقاتلون من مدينة حمص باتجاه بلدة الدار الكبير. اليوم بلدة الدار الكبير تعرضت لاشتباكات،
وقصف من كتيبة الهجاني ومن الكلية الحربية. مدينة الحولي شهدت قصف بالدبابات والمدفعية، استهدف المدينة ما أدى سقوط عديد من الجرحى. الوضع في مدينة حمص حقيقة، إذا ما تحدثنا عن وضع الخروج البارحة، كان من المفروض أن يكون هناك ضمانات من الأمم المتحدة ومن السفير الإيراني لضمان خروج المقاتلين من أحياء حمص المحاصرة باتجاه الريف الشمالي. وفد الجبهة الإسلامية أو وفد المفاوضات أكد أنه حصل على بعض الوعود وضمان سلامة المقاتلين، ولكن خط الخروج كما ذكرت هو من حي القرابيس باتجاه الدار الكبيري. اليوم تعرضت بدل الدار الكبيري للقصف. من المفروض أن يتم اتفاقية الهدنة خلال الثلاث أيام، اليوم ويوم غد والذي يليه. حتى اللحظة اليوم لا يوجد أي جديد على مستوى هذه الهدنة إلا إيقاف إطلاق النار في أحياء حمص المحاصرة. هذا فقط ما تم تنفيذه من هذه الهدنة. شكرا لك مراسل شبكة شام في حمص وريفها سامر الحمصي. بحث رئيس الائتلاف الوطني أحمد الجربة مع قيادات الأركان والجيش الحر في مدينة أنطاكيا سبل توحيد الجهود العسكرية ميدانيا بالتوازي مع المساعي السياسية لتوفير الأسلحة النوعية للثوار. محاطا بقادة الجبهات الخمس ورؤساء المجالس العسكرية في الجيش الحر، ترأس رئيس الائتلاف الوطني أحمد الجربة اجتماعا في مدينة أنطاكيا التركية بهدف تفعيل التنسيق بين العمل العسكري والسياسي للثورة السورية وتنظيم العلاقة القانونية بين الهيئتين. الجربة وضع المشاركين وخلال الاجتماع في آخر التطورات السياسية، بخاصة على صعيد زياراته الرسمية عددا من الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية. كما عرض الجربة لجدول زيارته المقررة للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث سيكون ملف تزويد الثوار بالأسلحة النوعية في صلب المناقشات مع المسؤولين الأمريكيين. اللقاء الدوري بين القيادة العسكرية والسياسية تمخض عن عدد من البنود: اتخاذ التدابير والإجراءات الفورية لزيادة فاعلية الأعمال القتالية للثوار في الجبهات المفتوحة، خاصة في جبهة حمص وجبهة الساحل. وكان الجربة قد أكد في الاجتماع تسخير الائتلاف كل إمكاناته لدعم مؤسسة الأركان وتفعيل دورها في سبيل وحدة الصف والكلمة والهدف. في منح آخر وبعد تقارير صحفية عن نية المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي تقديم استقالته من منصبه، نفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أي نية من المنظمة للبحث عن بديل للإبراهيم مبعوثا إلى سوريا، وفي ظل تصاعد تدفق المقاتلين الأجانب إلى صفوف الثوار السوريين، وضعت فرنسا خطة جديدة طبقتها للمرة الأولى في اليومين الماضيين في محاولة للتصدي لهذه الظاهرة، حيث طردت جزائريا مقيما في فرنسا كان قد اعتقل في تركيا أثناء توجهه إلى سوريا. الولايات المتحدة التي تواجه المشكلة نفسها أعلنت عبر مدير مكتب تحقيقاتها الفيدرالية أن عشرات من الأمريكيين والمئات من الأوروبيين يشقون طريقهم إلى سوريا التي مزقتها الحرب للقتال ضد نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن بعضهم انضم إلى مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة. ذكرى 21 لليوم العالمي لحرية الصحافة، أشاد الائتلاف الوطني بشجاعة الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم في سبيل إيصال الحقيقة إلى العالم. وفي بيان صحفي، توقف الائتلاف أمام جرائم النظام المتصاعدة خلال 40 عاما، حيث قمع الحريات وحرية التعبير ليسقط منذ انطلاق الثورة السورية 244 شهيدا من الصحفيين. كما دان الائتلاف ممارسات تنظيم داعش الذي يقوم بأعمال القتل والخطف في حق الصحفيين في وقت يقبع المئات من الناشطين الإعلاميين في سجون نظام الأسد. وتتابعون بعض الفصل. القدس العربي، إطلاق أسرى حزب الله ضمن نجاح هدنة حمص. أهلا بكم من جديد. كشف مدير منشق في الإدارة المحلية لحكومة الأسد أن عدد قتلى النظام من مدنيين وعسكريين بلغ 68 ألفا، وأن فوضى عارمة تستشري في الإدارة لتتحكم إيران بميليشياتها الطائفية بكل سوريا.
أرقام موثقة قاسية خرجت من غرف النظام المغلقة إلى العلن، إذ كشف مدير مكتب معاون وزير الإدارة المحلية في حكومة الأسد والمنشق عنها مؤخرا محمد عمر، كشف أن عدد قتلى النظام من مدنيين وعسكريين بلغ 68,000، صدرت لهم وثيقة وفاة رسمية. ويضيف المسؤول المنشق أن فوضى عارمة تستشري في جسم النظام الميت سريريا، فالذي يحكم سوريا الآن هي إيران بميليشياتها الطائفية. ولا يقف تضعضع النظام عند القوة العسكرية فقط، فالاقتصاد على شفا الهاوية لولا الدعم الروسي والإيراني، إذ يتبين ذلك مع اعتبار النظام موظفيه في الإدارات الرسمية في محافظتي حلب والرقة، بالإضافة للأرياف السورية في عدد المستقيلين، لكنه بطبيعة الحال وضع الموظفين والمهندسين في خدمة قواته أثناء المعارك التي يديرها داخل المدن من خلال إرشاد قوات الأسد حول مداخل ومخارج المدن والبلدات والأنفاق، نظرا للخبرة الضعيفة التي يتمتع بها الجندي النظامي. في حين يشير المسؤول المنشق أن الميليشيات الطائفية الآتية من خارج سوريا هي المتكفلة الأولى في خوض المعارك والاقتحامات. ويكشف محمد عمر أيضا مخططا للنظام لإعطاء إيران استثمارات في المناطق التي دمرها، بعدما أصدر مذكرات تعتبر المناطق السكنية القديمة في سوريا عشوائيات ومناطق مخالفات، بنية تحتية مدمرة في سوريا والمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد أصبحت عبارة عن مناطق عسكرية خالية من أي خدمات وغير صالحة للسكن كما يقول المسؤول المنشق. فما الذي سيحكمه الأسد في حال انتصر على الثورة؟ شيع حزب الله في بلدة انصار في النبطية جنوب لبنان قائدا عسكريا خضع لدورات عسكرية عدة على مختلف أنواع الأسلحة على يد الحرس الثوري الإيراني، وذلك قبل أن يتولى قيادة بضع كتائب في الحزب، وهو حسن فؤاد منصور الملقب بأبو علي، والذي قضى خلال قتاله إلى جانب كتائب الأسد في سوريا، وشارك في التشييع النائب محمد رعد وعدد من كبار المسؤولين في حزب الله. كتبت صحيفة القدس العربية أن الهدنة في حمص مع قوات النظام تسمح بخروج مقاتلي المعارضة من المناطق المحاصرة في المدينة مقابل تسليمهم الأسرى، وغالبيتهم عناصر من حزب الله. المزيد من أخبار سوريا في الصحف العربية في التقرير الآتي. نقلت صحيفة القدس العربي عن ناشط في المعارضة أن الهدنة في حمص مع قوات النظام تسمح بخروج قوات المعارضة من المناطق المحاصرة في المدينة مقابل تسليم جميع الأسرى لديهم، مؤكدا أن غالبية الأسرى من مقاتلي حزب الله الذين أصيبوا خلال معارك حي جب الجندلي وتم أسرهم هناك. وبحسب الناشط فإن هذا الاتفاق ينجح بخلاف الهدنات السابقة التي فشلت ولم يتم تطبيقها بسبب وجود أسرى لحزب الله وموافقة النظام على خروج المقاتلين من حمص المحاصرة باتجاه الريف الشمالي بعتادهم الكامل. ترى بيسان الشيخ في صحيفة الحياة أنه بات جائزا الحديث عن مظاهر ممانعة جديدة أفرزتها الثورة السورية على غفلة منها، مثل جعل الموقف من الثورة مدخلا لأي نقاش سياسي أو ثقافي أو فكري، وميزانا أخلاقيا بالدرجة الأولى لتقييم الأعمال والأفراد، بحيث يصبح التمايز ضمن الصف الواحد أقرب إلى الكفر. وتعتبر الكاتبة إنها استعادة صريحة لأدبيات الممانعة في استسهال التخوين وكيل التهم ورفض أي دعوة إلى تجديد الخطاب وآليات العمل بما يستجيب لتطلعات السوريين ويتلائم مع تدرج الثورة نفسها من سلمية إلى عسكرية. حيال التقييم السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية في شأن اتجاهات وأحداث الإرهاب الدولي، ترصد كاميليا انتخاب فرد في صحيفة الشرق الأوسط شيئا واحدا يتعين على إيران إدراكه جيدا، وهو أنه عقب الانتهاء من المحادثات النووية يكون الوقت قد حان للحديث عن قضايا وعقبات أخرى، مثل الوجود الإقليمي المثير للقلق لفيلق القدس المتعلق بسوريا وحزب الله. وهذا الدافع بحسب الكاتبة أن التقرير يتطرق إلى الآلاف من المقاتلين الأجانب الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى القتال ضد نظام الأسد، فضلا عن انضمام البعض للجماعات المتطرفة التي تلجأ إلى استخدام العنف، بينما يقدم كل من إيران وحزب الله وميليشيات شيعية أخرى دعما كبيرا للنظام السوري. تتابعون بعد الفاصل. إطلاق الجولة الخامسة من حملة التلقيح ضد مرض شلل الأطفال.
مجددا أحييكم. أطلقت الجولة الخامسة من حملة تلقيح للجوالة لمكافحة مرض شلل الأطفال في المناطق السورية المحررة، في ظل توقعات بأن تشمل نحو 1.5 مليون طفل. أطلق فريق عمل مكافحة شلل الأطفال في سوريا الجولة الخامسة من حملة التلقيح الجوالة لمكافحة شلل الأطفال في المناطق المحررة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحلب وإدلب وحماة واللاذقية. والجولة الخامسة من أصل 6 جولات تلحظ إعادة تلقيح الأطفال الذين مروا في الجولات السابقة استدراكا لأي طفل لم يشمله التلقيح، ويهدف القائمون على الحملة إلى القضاء على شلل الأطفال في سوريا الذي ظهر في الفترة الأخيرة خصوصا في محافظة دير الزور. وكان قد لقح خلال الجولة الأولى أكثر من 1.25 مليون طفل، والثانية أكثر من 1.4 مليون طفل، والثالثة أكثر من 1.41 مليون طفل، والرابعة أكثر من 1.44 مليون طفل. ومن المرجح أن يزيد عدد الأطفال الملقحين في الجولة الخامسة عن 1.44 مليون طفل. الاستعدادات اللوجستية للجولة الخامسة شملت تأكد فريق العمل من سلامة سلاسل التبريد التي يتم نقل اللقاح فيها، وجاهزية الفرق لتجاوز الصعوبات التي واجهتهم في الجولة الماضية. واستلم مندوبون عن الفريق اللقاحات المخصصة للجولة من مديرية الصحة في مدينة غازي عنتاب التركية، حيث يعتمد فريق العمل على تأمين اللقاح من وزارة الصحة التركية والهلال الأحمر التركي. يواجه القطاع الطبي في المشافي الميدانية بمدينة درعا أصعب الحالات الصحية، والنجاح تفرضه الظروف الميدانية وتفاؤل العاملين بتطوير القطاع رغم كل العقبات التقنية. أصيب علي برصاصة قناص قبل عدة أسابيع أثناء ذهابه للعمل، وهو اليوم سيخضع لجراحة عظمية في المستشفى الميداني في درعا. التوتر يملأ المكان، فالعملية معقدة والنتائج غير محسومة في هذا المستشفى الذي يعايش ظروف الحرب. تحت ظروف من القصف الجوي والمدفعي وبجهود الأطباء المتواجدين والكوادر الطبية في هذه المشافي الميدانية وبهذه الإمكانيات الضعيفة جدا، نستقبل في هذه المشافي أغلب الحالات من فتح البطن والكسور، ولدينا الآن عملية كسر ساعد. يشكل العمل الجراحي في هذه المستشفيات خطوة جريئة ومتقدمة بالنظر لما تعانيه من نقص التجهيزات والمعدات الطبية وحتى الكادر المختص، لكنه يعبر عن توجه العاملين في القطاع الطبي هنا إلى تطوير مستوى الخدمات الطبية ليغطي تطور الحاجة لها. مشفى البلد الميداني حقيقة الآن ليس مشفى ميداني، هو مشفى أقرب ما يكون إلى مشفى وطني، يقوم بجميع الجراحات تقريبا. هذه الجراحات تتطلب مننا عبء كبير على مستوى المستلزمات. معظم مستلزمات الجراحة 60-70% منها نؤمنها بشق الأنفس. تصلنا عمليات كبيرة جدا، جميع أنواع العمليات نقوم بها تقريبا ما عدا عمليات الجراحة العصبية، عمليات جراحة البطن الكبيرة، عمليات جراحة الصدر الكبيرة، وعمليات الأعصاب كاملة، وجراحات العيون، جراحات عصبية غير متوفرة داخل البلد، فنضطر إلى إخلاءها إلى خارج الحدود وغالبا إلى الأردن. تشارف عملية علي على الانتهاء، يحتاج الأمر 4 أسابيع من العلاج الفيزيائي ليتمكن من تحريك يده كالسابق. أما الفريق الطبي فينتقل لمعاينة مصاب آخر في المستشفى الذي يستقبل تقريبا 100 مصاب وجريح كل يوم. تواجه منطقة عكار شمال لبنان أزمة إنسانية نتيجة الكثافة السكانية وارتفاع أعداد اللاجئين السوريين، ناهيك عن العقبات الإدارية. التقرير لزياد منصور.
أزمة السكن في عكار من أكثر الأزمات حدة على الإطلاق، بحيث أن الكثافة السكانية الكبيرة وارتفاع أعداد النازحين السوريين يطرح بقوة أهمية إيجاد حل سريع لها عبر السماح للبلديات بمنح رخص بلدية لا تزيد عن 150 مترا، باعتبار أن العودة لتنظيم المدن والاستحصال على الرخص عبره أمرا معقدا، كما أن هناك إشكالات على العقارات ولا يوجد تحديد ومسح. نحن عم نطالب وزير الداخلية بالإسراع بإصدار هذه المذكرة، لأن هذه المذكرة إذا صدرت اليوم أو غدا أكلنه بده 20 يوم شهر لتقدر تتعامل معها كبلديات وكمواطنين، لأنه فيها شوية تشعبات، ونحن ملتزمين بهذه المذكرة عندما تصدر. ما بقى فينا نتحمل مشاكل الناس، مطالب الناس، هيصير انفجار بالشارع، ما لا بقى فينا نحن، لا بقى فينا نضبطه، لا نحن ولا القوى الأمنية، وصدام يعني هيصير المواطن على طول بصدام هو رجل الأمن، وهذا ما نتمناه أكيد. مين هو رجل الأمن؟ ابننا يعني، هن أولادنا بالنهاية. وتنتظر البلديات قرارا قد يصدر قريبا كما هو موعود عن وزارة الداخلية بعد دراسة المعطيات في ظل تفاقم الإشكالات مع قوى الأمن الداخلي وحالات اعتراض بسبب عدم حسم هذا الملف. رخص البناء البلدية حاجة ملحة ومشكلة تنغص عيش العكريين في ظل كثافة سكانية كبيرة ونزوح سوري أكبر، ومطالبة من البلديات بمنحها بعض صلاحياتها بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن. زياد منصور، تلفزيون المستقبل. في آخر خبر ورد قبل قليل، فقد أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السيطرة بالكامل على كتيبة مستودعات الدبابات 559 في القلمون الشرقي بريف دمشق، كما يقطع الثوار كل طرق إمداد مطار الضمير العسكري في ريف العاصمة. يبقى التذكير بالعناوين. هدنة حمص تتضمن خروج الثوار بسلاحهم إلى الريف الشمالي، وقصف أسدي على زملكة وعربين والمليحة بريف دمشق. والجربة يبحث مع قيادات الجيش الحر سبل توحيد الجهود العسكرية والسعي لتوفير الأسلحة النوعية للثوار. قتل النظام 68 ألف جندي ومؤيد، ومناطق الأسد تحت حكم الإيرانيين والميليشيات الطائفية. شكرا لكم وإلى اللقاء.